الزراعة عنا أهم حاجة في حياتنا، لأنه عنا أراضي زراعية وبنستفيد منها، بنزرع خضروات، بنزرع حمضيات فيها، بنزرع الحاجات الأساسية اللي هي لوازم إلنا. لكن عنا مشكلات أساسية اللي هي مشكلة المية، المية شحيحة عنا في القطاع. بهذه الكلمات البسيطة عبرت أم يعرب عن مدى عشقها للأرض والزراعة، ملخصة الواقع الزراعي في قطاع غزة وما آل إليه من تدهور نتيجة نقص الأراضي الزراعية وشح المياه. تبلورت كتير أفكار عندي لحد ما خلصت الجامعة في سنة رابعة. بلشت بتجربة جديدة في 2016-2017، كانت عبارة عن الزراعة المائية. كان الأغلب يسمع فيها سمع أو بنشوفها عن طريق الإنترنت. كان بالنسبة لي إنجاز كتير كبير أني أشتغل في شغلة زي هيك كتجربة بحث التخرج، وفي الوقت اللي كان كل الدكاترة في الجامعة بيقولوا لي لا ما رح تزبط، أو فئة كبيرة منهم كانوا بيقولوا لي لا مش رح تزبط. كان الموضوع كتير صعب من ناحية الناس أو برمهم أو حكيهم، بس بالنسبة لي يعني كنت كتير عندي انتماء إلها للتجربة تبعتي، ولا إنه فكرة جديدة ولازم تتطبق، وجدا كنت مقتنعة فيها. مرت سنوات الجامعة أسرع مما كانت تتوقع إرادة نتيجة حبها لتخصصها، ووجدت نفسها أمام مشروع التخرج وبداية الطريق العملية، طريق طويلة مليئة بالتحدي، فأحسنت اختيار مشروع تخرجها الذي كان بداية التحدي وعلامة فارقة في حياتها. هذا النوع من الزراعة المائية اللي هو زراعة بالأحواض العميقة، بيوفر مي بنسبة تقريباً 90%، لأنه ما بتتخلص من المي طالما فيش فيها أي أمراض أو العناصر الغذائية موجودة فيها ما في مشكلة، فتوفير المي أكيد رح يكون نسبة 90%. بالنسبة للإنتاجية رح تكون 3 أضعاف الأرض العادية أو الزراعة التقليدية، يعني المتر الواحد بيعطي عن 3. تاني تحدي كان موضوع الأجهزة الكهربائية اللي كان لازم تكون موجودة. كان في جهاز كبير مفروض يكون، بس للأسف إغلاق المعابر حال من إنه حال ما أقدر، يعني ما خلاني أقدر أجيب هذا الجهاز أو إنه فوته لغزة، فاستغنيت عنه واستخدمت أجهزة صغيرة بتأدي الغرض. إرادة لها من اسمها نصيب، قبلت التحدي ولم تصغ للمثبطين، واتبعت قلبها مؤمنة بفكرتها إيمانا مطلقا. هذا الإيمان كان معولها الذي هدمت به كل العقبات التي اعترضت طريقها. البني آدم بدون إرادة ما بيقدر يعيش، يعني بكل الأحوال أنت إذا قررت شغلة وتاني يوم قلت لا ما بقدرش أعمل مش هتعملها، بس لما تقرر ويكون عندك القوة الكافية أنك تطبقها وتنفذها أكيد رح بتقدر تعملها. من أراد يستطيع. نجحت إرادة في التحدي وطبقت مشروعها الذي من شأنه أن يحل الكثير من المشكلات الزراعية في فلسطين. هذا النجاح ما كان سيكتب لولا ثقتها بنفسها ودعم أسرتها المطلق لها.